برج الجدي دا اشوف انه انت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مار بعلاقة ثلاثية، او هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عندها، او ممكن يكون اكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على الصعيد العاطفي. اشوف انه انت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا، وده تحاول انه تحافظ عليه او حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التدخلات الخارجية. ممكن يكون اكو شخص واقف بينك وبين الشريك، ممكن يكون معارض من اهلك او حتى من اهل الشريك اللي انت تتعامل وياه. هذا الشخص اشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوعة. ممكن تكون انت بالفترة الحالية مقطوعة علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية، او حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة. فلأنه أشوف أنه أكو أمر فجأة صاير وياك أو راح يصير وياك ببداية السنة، ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين. أما بالنسبة على صعيد العمل، بعض منكم ممكن أنه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل، لأنه دا أشوف أيضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل. ممكن البعض منكم يكون داخل بعمل جديد أو شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة، عنده نوع من الحذر من المخاوف إنه هو يخسر بيها. أو ممكن يكون حتى داخل عمل جديد ولكن أكو شخص دا يأثر عليك بهذا العمل اللي أنت دخلته، ممكن يكون شريك وهذا الشريك أنت ما مرتاح له، عندك شكوك اتجاهه، أو حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص أنت قاعد تتعامل وياه وعندك نوع من الشكوك والأوهام اتجاهه، لأنه طلعت هنا طاقة الأسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص، خاصة إذا كان من برج الحوت. فهاي الطاقة العامة بالنسبة لكم للبعض. البعض الثاني يشوف أنه أنت مركز على العمل بالفترة الحالية، والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبينه كلام أو حتى موضوع رجوع. أشوف الأكثرية من عندكم قاعد تنتظرون رجوع، تنتظرون بداية جديدة ويا شخص أو حتى تعويض رباني. البعض من عندكم الثاني قاعد أشوف أنه بهاي الفترة مركز تركيز عالي، سواء كان على العمل أو حتى إذا كنت طالب ممكن تركيزك يكون على القراءة. يعني بالفترة الحالية وضعك الدراسي أشوف أنت مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول أنه توصل أو تحقق نجاح بوضعك الدراسي أو حتى العملي. أشوفك مشغول هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية، دا تحاول اكو شخص بحياتك ما تبين له اهتمامك بيه، مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه، رغم انه انت مراقبة من بعيد ومتمسك بيه ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك. ممكن يكون انت متخذ موقف اتجاه هذا الشخص بسبب موضوع صاير بينكم بالماضي. عموما هاي طاقتك العامة بالفترة الحالية. الفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال مؤلم، الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك او حتى راح يصير، ما اشوف انه انتو سبب منه. ممكن اكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي. ممكن يكون طرف من العائلة، لانه اشوف انت حتى اوضاعك على الصعيد العائلي اكو اشخاص منافقين موجودين وياك بالعائلة. ممكن ناس قاعدة تغشك او تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة موجودة، يعني شخص من عائلتك نفسه، شخص ممكن يكون مقرب إلك أو حتى ممكن يكون شريك. أشوف أنه أنت مريت بمرحلة مؤلمة، مريت بصدمة، مثل ما نقول أنت ممكن تكون بالسابق مار بصدمة أو حتى بداية السنة وياك بدأت بصدمة. هذا الشيء مسبب لك متاعب هواية أشوفه. أشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية، صاير أنت منعزل عن الناس، تحاول تقيم التجارب، تحاول تبحث. أكو موضوع أنت قاعد تحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة بما عندك يأس منه كنت بالماضي. ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شخص اللي أنت مرتبط به، ممكن يكون أكو أطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد تسبب المشاكل أو حتى هي اللي سببت انفصال البعض الثاني. أشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق البعض الثاني. ممكن أيضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهاي الحالة مال الوفاة، أو الموضوع اللي الأزمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عندها ظلت مأثرة عليك هواية. المهم دا أشوف أنت ويا بداية السنة أكو حدث مفاجئ راح يصير وياك، إذا ما كان صار ب 2020 أول ما تبدي أكو حدث مفاجئ قدري راح يصير، شيء قدري راح يغير لك حياتك تماما. ممكن يكون هذا الحدث مؤلم بداية الأمر إلك، راح تتألم من عنده، ولكن بعد هذا الحدث الأمور كلها راح تنقلب وراح تصير لصالحك، أمورك كلها راح تتحسن. أشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال،
طاقة الانسحاب، انت منسحب مبتعد عن الناس، دا تحاول تقيم حياتك، تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق، دا تريد تستفاد من الاخطاء اللي انت مريت بيها. ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العذراء او حتى برج العقرب، وهذا الشخص ينطبق عليه السيناريو اللي قلته، سيناريو الانفصال الصادم اللي صار لك او حتى الحدث المفاجئ. البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية، خسارة عاطفية، أو حتى خسارة إنسان من العائلة مقرب منك، ممكن يكون شخص كبير من السن مات وأنت أثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة. هاي بالنسبة للطاقة العامة للسنة. طاقتك أنت، أشوف أهم الأحداث اللي راح تصير وياك بهاي السنة. أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ، هذا الرزق أشوفه راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها، من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي. أشوف أنه أكو بداية السنة راح تبلش، ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع، أو حتى إذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة، ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من شخص، أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك إياها بالأول. أشوفك متباطئ بالتقدم، هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل، أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدم ببطء. أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية، دا تحاول تقيمه من جميع الجوانب، ما عندك روح المجازفة، أنت تفكر هواية قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام. أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطء، ولكن انت قاعد تتقدم من الحلم اللي انت تريده او حتى تحقيق هذا المشروع او العمل، قاعد تتقدم إلى، ولكن التقدم راح يكون ببطء اول نصف من السنة. بعد النصف الثاني من السنة الامور تبدأ بالتحسن، خاصة على الصعيد المادي. اشوف عندك مصاريف هواية، مسؤوليات هواية ببداية السنة راح تكون، خاصة على الصعيد العائلي. ممكن تكون انت عندك مسؤولية، شايل مسؤولية بيت، شايل مسؤولية اهل او حتى اولاد، البعض منكم متزوج وعنده اولاد، فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود بيه، وده تحاول إنه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال الأرباح. تركيزك المادي كلش عالي بداية السنة راح يكون، قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق، وهاي الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة. البعض من عندكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين من يطلعن عندي سوا ويا ورقة الشيطان، البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية، فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص مسوي لكم عمل وأنتو عندكم علم بيه أو حتى شك، فاتأكدوا، حصنوا نفسكم، أرقوا نفسكم بالرقية الشرعية. أكو حسد عالي عليكم أشوفه، أكو هواية أحداث قاعد تصير بكم بسبب الحسد، بسبب ممكن موضوع عمل صاير لكم من امرأة، إذا أشوف هاي الامرأة عندها طاقة خبث، يعني طاقة مكر خداع، ممكن تكون من العائلة وممكن تكون امرأة غريبة ايا كانت، ولكن اشوف انه تأثيرها كبير هاي الامرأة بحياتكم واموركم. اغلب الامور هنا طلعت لكم معلقة ويا هاي الورقة، فانتو بالتأكيد اكو عندكم طاقة سحر موجودة، ممكن تتعرضون للسحر بداية السنة او ممكن تكونون تعرضتوا الى بنهاية السنة الفاتت. فاشوف انه لازم ترقون نفسكم، لازم تسوون استشفاء، لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوف ذاك الوضع الزين يعني. فأموركم شوية راح تبلش بداية السنة مو ديك الأمور التمام، شوية بها تباطؤ، أموركم راح تبدأ تتباطأ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء، عندكم تباطؤ، أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسر تحسوها، ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسر الأمور، تمشي شوية شوية. بس أرجع أكرر لكم، طاقة السحر اللي موجودة عندكم قوية جدا، دا أشوفها البعض منكم، هاي طبعا قراءة عامة مو للكل البعض، وطبعا البعض اللي دا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم، يعني الناس اللي دا أقول أنا ممكن يكون عندها سحر، هي أكيد أما تعرف إنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون مسوي لها عمل. فأرقوا نفسكم، حصنوا نفسكم من العين، من الحسد، من السحر. الأذكار دائما، خليكم دائما أذكار مساء، أذكار الصباح، سورة البقرة اسمعوها، الرقيات الشرعية مال السحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة. حاولوا تكتمون أرزاقكم، لا تحجون لأرزاقكم للناس، تكتمون أموركم الحلوة لنفسكم، حتى قضاء الحوائج، هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان. اللي لازم تسويه انه انت تكتم، لانه حتى نقاط القوة اللي عندك هي انه انت تكتم مشاريعك، احلامك، ممكن الانسان حتى احلامه ينحسد عليها،
تكتم أموالك، تكتم على كل شيء حلو موجود بحياتك، حاول تحافظ عليه مثل ما يقولون إخواننا المصريين، داري على شمعتك تقيد. فأنت حاول إنه تكون كتوم بهاي السنة على أرزاقك، على أحوالك العاطفية، استقرارك العائلي، أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول إنه تكتمه بهاي السنة، لأنه عندك طاقة حسد كلش عالية موجودة، وأيضا طاقة العمل للبعض من عندكم موجود، اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عمل، هم يعرفون إنهم ممكن يكونون متعرضين للسحر. فأرجع أكرر لكم، حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم، لأنه راح يعرقل لكم هواية أمور خاصة الأمور المادية لكم. هاي على الصعيد العملي، قلت لكم أشوف عندكم تقدم بالعمل، راح يبدأ يبلش ببطء شوية، لأنه أنت خطواتك بحذر ومتباطئ. أشوفك على الصعيد العملي دا تمشي بحذر خطوة خطوة، خايف من الخسارة، خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتؤدي إلى خسارة، لأنه أنتم البعض منكم أوريدي خسران، متعرض للخسارة مالية بالسابق، فهذا الشيء مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية. وراح تتقدم ببطء بمشروع، وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع. المشروع اللي أنت قاعد تشتغل عليه ممكن يكون بتنقل، ممكن يكون بمكان بعيد عليك، أو حتى بسفر. فأشوف الأسفار، البعض من عندكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي، السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني للناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء وأمرهم كان معلق. فأشوف الشهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر كان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة، وراح يتيسر ويتم هذا السفر. خلونا ننتقل على الوضع الصحي. الوضع الصحي مثل ما قلت لكم، يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها. البعض منكم هو اوريدي متعرض للسحر او عمل او حتى طاقة حسد كبيرة، وهذا الشيء مأثر على امورك كلها. اشوف انه ممكن تعانون من مشاكل بالظهر بهاي الفترة، الظهر، المفاصل، اكثر شيء بعض الناس من عندكم دا اشوف عندكم الام بالظهر، بالاقدام، دا تصير عندكم بالمفاصل. هذا الشيء محتاج منك وقفة، محتاج منك انه تستشير طبيب. هواي الناس قاعد اشوف يعني مريتوا بأزمة صحية بالسابق او حتى حتمرون بأزمة صحية، ولكن راح تعدي ان شاء الله الامور على خير، وراح يصير عندكم شفاء، ولكن محتاج من عندكم تركيز اكثر، تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون بيه. البعض منكم اشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالاكتاف وبالظهر، اكثر شيء هذا طالع يمني على الوضع الصحي. فاذا كانت عندكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها، لانه اذا ظليتوا تهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع. العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر، أنا يعني قلت لكم أشوف إنه الأمور تعدي على خير، ولكن محتاجة منك تركيز. لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة. بالنسبة للأوضاع العائلية، برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك. هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقته هنا طالعة يمي، طاقة هوائية. هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت او حتى يسبب فتنة، يسبب مشاكل. هذا الشخص ممكن يكون دا يغشك، او حتى البعض من عندكم ممكن يكون، هاي طبعا القلة قليلة منكم، البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك اموال او سارق منك حاجة، وانت بعدك لحد الان ما مكتشف هذا الشيء. اشوف راح تكشفه بالفترة الجاية، ولكن احذر من عنده اشد الحذر، لانه هذا الشخص اول شيء ينقل كلام منك ويوديه لغيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة. هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك، أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك، طبعا للبعض منكم وللكل اللي قريت طاقتهم بالبداية. فأشوف إنه هذا الشخص اللي ابن العائلة احذر من عنده أشد الحذر. ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال، ممكن يسرق منك حتى أفكار، ممكن يكون يسرق منك، ياخذ منك كلام، وهذا الكلام ياخذه ينقله لغير ناس وتسبب لك مشاكل. هذا الشخص اشوفه اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية، متاعب هواية، وايضا عنده طاقة الاعمال بالخفاء، يشتغل من ورا ظهرك يحاول يخرب عليك امورك. فاحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد اشوفه من العائلة، شخص من مقرب من عندك، لانه هاي ورقة العائلة. فمن تطلع بورقة العائلة ورقة السفن اوف سورد، معناها اوريدي اكو شخص بالعائلة انت مخدوع بي.
هذا الشخص اللي انت مخدوع بيه ممكن قلت لك احذر من عنده، احذر على اموالك، احذر على اغراضك. اكيد انت من راح احكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته منه هو موجود، فاحذر من هذا الشخص بهاي السنة، لانه اشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة. هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية امور، ولكن هو ينكشف بالاخر. احلامك وتطلعاتك يا برج الجدي. برج الجدي اشوف عندك احباط مو طبيعي بهاي الفترة، انت عندك طموحات، عندك احلام هواية، ولكن قلت لك انت ماخذ وقفة، ما اعرف شنو هاي الوقفة اللي انت ماخذها. ليش انت هالقد متباطئ بالامور المادية او حتى بحياتك بصورة عامة؟ انت منعزل اساسا طاقتك، طاقة هنا برج العذراء ايضا متباطئ. البعض من عندكم ده توصلني طاقة انه ممكن تكون الامور العاطفية مأثرة عليك، على يعني على شغلك، على نفسيتك. اشوفك محبط، اشوفك متعب، يعني من تطلع هاي الورقة بالامال والطموحات يعني معناها انت بالفترة الحالية حتى احلامك وطموحاتك كلها مأجلها، ما قاعد تريد تحققها. انت متباطئ كلش، عندك طاقة احباط شديدة، تأخيرات هواية صايرة عندك، ممكن امور هواية متعرقلة بحياتك. هذا الشيء مخليك قاعد هاي القعدة. برج جدي ارجع واقول لكم اشوف انه اكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة، او حتى طاقة حسد كلش عالية. حاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف انه هي ممكن يكون عندها عمل. فهاي طاقة مال الاحباط من تطلع بالامال والتوقعات معناها انت ماخذ وقفة، انت موقف كل شيء بالفترة الحالية، خاصة اول 4 اشهر من السنة. اشوفك راح توقف امورك كلها، توقف احلامك، توقف يعني حتى اوضاعك العاطفية. انت ما تريد تمشي تخطي خطوة الى الامام، انت باقي متوقف بمكانك بهاي الفترة. ولكن بعد هاي الفترة اشوف امورك تبدأ شوي شوي تتحسن، تستعيد القوة. البعض منكم ممكن تكون عنده احلام وطموحات يتطلع العمل جديد، ولكن هو باقي على المضمون، لان قلت لكم هنا عندكم تباطؤ. فانتم متباطئين، ما قاعد تمشون تخطون خطوة جديدة، انتم باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت، واذا تحاول تشتغل عليه قاعد ترفض هواية عروض قاعد تجيك. ممكن تكون من اشخاص انت تعرفهم، أعمال جديدة أو شراكات جديدة دا تحاول، أكو أشخاص قاعد يجون دا يحاولون إنه ممكن يحققون شراكة وياك، ولكن أنت قاعد أشوفك متباطئ وما قاعد تخطو خطوة للأمام قلت لك. فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي إنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك، خاصة أول 4 أشهر من السنة، لأنه عندك مخاوف، وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول. أنت حاليا دا أشوف وضعك، طاقتك طاقة تباطؤ بكل الأمور. فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مؤثر على حياتك كلها بصورة عامة. برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مار بانفصال. هاي الورقة ويا هاي الورقة هي ورقة النهاية، وهنا ايضا عندك ورقة The World هي ورقة النهاية. فانت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا، والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية لك. هاي العلاقة ممكن انت كنت باني عليها هواي امال، هواي ضحيت بيها، هواي حاولت تبني او تأسس. يعني هي ورقة التاور اصلا، هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر، فجأة جت عاصفة. هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا، هاي تغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا. فأكو شيء مفاجئ صار بحياتك، هذا الشيء أدى أنه البيت، إذا كنت أنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة طلاق. البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيت هواية وحاولت هواي حتى تحافظ عليه، خاصة المتزوجين، هنا قاعد أشوف الناس المتزوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل او حتى انفصال يعني صاير، ولكن مو ما اشوف انفصال رسمي. بعض منكم بعد هالعلاقة ما منتهية، اكو بعد كلام بيها، ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم. فانت حاولت بكل مجهودك انه تحافظ على هذا البيت، تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين، تكمل هاي العلاقة. شنو تحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة؟ هاي العلاقة كانت بالنسبة لك هي قدرية، انت كنت باني عليها هواية امال واحلام، فجأة دا اشوف صار شي مشكلة او حدث هد الاحلام اللي كانت عندك كلها، فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد. لها سبب، انت عندك احباط ومتعلقة امورك كلها قلت لكم، يعني ممكن تكون طاقة السحر هي اللي مأثرة، لانه طلعت ايضا ورقة الشيطان.
بالعلاقة العاطفية، فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي، ممكن يكون يعني من طرف شريك إلك، أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك، هو ممكن يكون اللي مسوي هذا العمل اللي مخليك بهاي الطاقة المتعبة.